يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 18، الصغرى 10، الإسكندرية 18-11، مطروح 17-10، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 18-9. ننتقل إلى السويس 18-9، العريش 19-8، طابة 18-11، شرم الشيخ 22-15، الغردقة 21-14. أما في الأقصر فالعظمى 20، الصغرى 10، أسوان 21-11، الوادي الجديد 21-6، شلاتين 25-20، وأخيرا حلايب 22-18. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.